كونكريت فلور. الأرضية الخرسانية هي أرضية أساسية وضرورية في عملية إصلاح وأعمال البناء، وتعتمد متانة السطح ومظهره على كيفية تنفيذ هذه الأرضية بعناية وبشكل صحيح. لتصميم طبقة من الإسمنت ليس بالعملية سهلة، ففي المتر المربع نحتاج متوسط 22 كيلوغرام، وإذا كانت مساحة الأرض كبيرة يمكن أن يسرق وقتاً أطول للإعداد. عند التنفيذ فإنك تختار الجانب الذي تراه أبسط وأسرع لصب الخليط عن طريق الخرطوم، وتتأكد من أن الطابق مسطح لكي يتوزع الخليط بالتساوي، ويتم التوزيع بالتساوي باستخدام أداة خاصة لهذا الغرض، ويسرق هذا الأمر بضع دقائق فقط. ولهذه الطريقة ميزة تختلف عن الطريقة التقليدية، حيث أن الطريقة التقليدية تسرق وقتاً أكبر لأنك تقف في وضع غير مريح عند الصب. Heated Floor، الأرضية الحرارية، وهي تكنولوجيا سهلة وسريعة تستخدم في أعمال البناء التقليدية لتدفئة المكان عن طريق تدفق الماء الساخن في أنابيب خاصة تحت السطح، وتوزع هذه الأنابيب وتفرش على حصيرة بالتساوي لتدفئة كامل المكان، ويستطيع الشخص الواحد تثبيت الأنابيب بطريقة سهلة وسريعة. Road Patches، هي تعالج مشاكل تكسير الإسفلت في الشوارع والذي ينتج عنه حفراً في الأرضية. فعند تصحيح هذه المشكلة فإن الطرق التقليدية لديها الكثير من العيوب والمشاكل، لأنها من الممكن أن تتلف مرة أخرى بعد عدة أيام، وتزيد الحفرة والتكسير أكثر مما كان عليه. لذلك يتم استخدام هذه الطبقة للحد من المشاكل، ويتم تنفيذها عن طريق استخدام الطريقة التقليدية بصب الإسفلت في هذه الحفر. ولكن هناك خطوة أخيرة إضافية، وهي فرش هذه الطبقة على الصب حتى لا يفقد السطح سلامته والحد من تأثير البيئة الخارجية لفترة أطول، غير أنه يكون مطابقاً لنفس لون الإسفلت. Flexible Aluminum Profiles، قطاعات الألمنيوم المرنة. قطاعات الألمنيوم لا يمكن الاستغناء عنها عند امتداد الأسقف وعمل كسوات السقف، ولكن في بعض الأحيان قد يكون استخدامها غير مريح لأنها قطع صلبة لا تجد بها مرونة، فتكون محدودة التشكيلات. لذلك فالقطاعات المرنة تحل هذه المشكلة، ولا تفكر طويلا في تشكيل المواد، لأن هناك شركات تصنع القطاعات مثل شركة الإيطالية دي فيليبرو آي، فتصنع أقواس نصف دائرية ومنحنيات بحد أقصى 3 متر، وتوضع الألواح بجانب بعضها البعض وتقصر بسهولة لتناسب احتياجاتك. بلاك لينج، لا شك أن في كل مدينة توجد منازل مبنية بالطوب والكتل، وبنيت هذه البيوت بالطريقة التقليدية عن طريق البشر، لكن هذه الأداة التي تراها على الشاشة تقوم ببناء الطوب بدلاً من البشر الذين يأخذون وقتاً أطول ومجهوداً أكثر. وبدلاً من أن الإنسان يحمل 3 كيلوغرام، يمكن لهذا الهيكل أن يحمل حوالي 220 كيلوغرام، فيمكنها أن تحمل كميات هائلة. يمكن لهذه الآلة أن تبني 1000 طوبة في ساعة. Road Marking، عند تصميم علامة للطرق ودهنها فهذا يتطلب الكثير من الرعاية والصبر من أجل وضعها في المكان الصحيح ومن أجل أن تكون مضبوطة، بالإضافة للمعدات والأدوات المستخدمة بأنها باهظة الثمن. ولكن التكنولوجيا وفرت طريقة أخرى، ويمكن تنفيذ هذه العلامات من قبل شخص واحد وبطريقة سهلة وسريعة وتعطي نفس النتيجة، وهي باستخدام موقد الغاز بتسخين المكان الذي يجب أن تكون العلامة فيه، ثم وضع الشريط البلاستيكي المنتج من شركة فرنسية، ثم تسخين المنطقة ومعالجتها مرة أخرى فقط في نفس المكان.